لاحمد الكاس وتصويبه في العارضه مره تانيه وجون. النمادي جون بياكد عفه نصار ارتدت النوبه اللي فاتت لنبيل محمود وما استثمرهاش. النمادي استثمرها نفس الكوره في الشوط الاول انما استثمرها اهو تصويبه وترد من القايم على طول لعفه نصار ليحرز هدف التعادل لنادي الزمالك 1-1. يقطع اسماعيل لاحمد الكاس بوش رجله الخارجي في المساحه الفاضيه لقاسي سعيد يلعب عرضيه وضربه راس جميله من احمد الكاس بقاله فتره طويله جدا ما جابش جوان. تابع الكوره بتاعت قاسي سعيد اللي هنشوفها مره ثانيه اهو تابعها وركنها بدماغه زي ما حضراتكم شايفين تضرب في الارض وتخش على يمين سيد البشبيشي والكاس من فرحته زي ما حضراتكم شايفين بقاله فتره طويله كره مش متوقعه ويتقدم نادي الزمالك بعد مضي 31 دقيقه بهدف لاحمد الكاس بعد 31 دقيقه من الشوط الثاني. قلت لحضراتكم ان المباراه فيها لسه من الفرقتين وادي نادي الزمالك يحط الهدف الثاني ليه